بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون. تياشة سليم. سليم ولد صغير السن. سليم مبتدأ ولد خبر المبتدأ. صغير نعت مضاف السن مضاف إليه. ولكنه طائش جدا، لا يعرف أين يضع ثيابه وكتبه، فيضيع الوقت في التفتيش عنها. الواو حرف عطف لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب، اسم لكن. طائش خبر لكن. جدا مفعول مطلق لفعل معزوف. لا نافية يعرف فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل رفع نعت لطائش. أين ظرف مكان وهو متعلق بيضع؟ يضع فعل وفاعل. ثياب مفعول به مضاف هو مضاف إليه. وحرف عطف كتبه معطوف على ثيابه. وجملة أين يضع ثيابه وكتبه في محل نصب مفعول به للفعل يعرف. الفاء حرف عطف يضيع فعل وفاعل. الوقت مفعول به. في التفتيش متعلقا بيضيع. عنها متعلقا بالتفتيش. ومرارا يتأخر عن الوقت المعين للذهاب إلى المدرسة. وحرف عطف مرارا ظرف زمان. يتأخر فعل وفاعل. عن الوقت متعلقا بيتأخر. المعين نعت. للذهاب متعلقا بالمعين. إلى المدرسة متعلقا بالذهاب. ففي ذات يوم صباحا قالت له والدته: يا سليم، قد آن وقت الذهاب إلى المدرسة، فتهيأ حالا سمعا وطاعة. فحرف عطف في ذات متعلق بقالت، وذات مضاف يوم مضاف إليه. صباحا ظرف زمان. قالت فعل ماض له متعلق بقالت. والدة فاعل مضاف هو مضاف إليه. يا حرف نداء سليم منادى. قد حرف تحقيق. أنا فعل ماض وقت فاعل مضاف الذهاب مضاف إليه. إلى المدرسة متعلقا بالذهاب. فحرف عطف تهيأ فعل أمر وفاعل. حالا ظرف زمان. سمعا مفعول مطلق لفعل معزوف تقديره أسمع سمعا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طاعة مفعول مطلق لفعل معزوف تقديره أطيع طاعة. هل أحضرت السلة التي تضع فيها الزاد؟ هل حرف استفهام. أحضرت فعل ماض والتاء فاعل. السلة مفعول به. التي اسم مفصول مبني على السكون في محل نصب نعت للسلة. تضع فعل وفاعل. والجملة صلة المفصول فيها متعلق بتضع. الزاد مفعول به. نعم حرف جواب وتقديرها قال سليم نعم. أين كتابك؟ سلاسل قراءة. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. كتابك مبتدأ مؤخر مضاف كمضاف إليه. سلاسل بدل مضاف القراءة مضاف إليه. وجملة أين كتابك سلاسل القراءة في محل نصب مقول القول وتقديرها قالت الوالدة. لا أعرف لا نافية أعرف فعل وفاعل. أين وضعته أمس بعد أن قرأت درسك؟ أين ظرف مكان متعلق بوضعت. وضعت فعل والتاء فاعل هو مفعول به. أمس ظرف زمان. بعد ظرف زمان أيضا مضاف أن مخففة من أن حرف مشبه بالفعل واسمها ضمير الشن محذوف. قرأت فعل والتاء فاعل. درس مفعول به مضاف كمضاف إليه. والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بالإضافة. نسيت. نسيت فعل والتاء فاعل. والجملة في محل نصب مقول القول وتقديرها قال سليم. فتش عنه عاجلا قبل أن يفوت الوقت. فتش فعل أمر وفاعل. عنه متعلقا بفتش. عاجلا ظرف زمان أو حال. قبل ظرف زمان مضاف أن حرف نصب
يفوت فعل مضارع منصوب بأن. الوقت فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بالإضافة. فأخذ سليم يفتش عن الكتاب مضطربا ويدور في البيت بدون فائدة. الفاء حرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشراع يعمل عمل كان. سالم اسم أخذ يفتش فعل وفاعل. والجملة الفعلية يفتش في محل نصب خبر أخذ عن الكتاب متعلقا بيفتش. مضطربا حال وحرف عطف يدور فعل وفاعل. والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها. في البيت متعلقا بيدور بدون متعلقا بيدور أيضا. ودون مضاف فائدة مضاف إليه. ولما رأته أمه على هذا الحال نهضت لتفتش معه. الواو حرف عطف لما ظرف زمان مضاف يتضمن معنى الشرط وهو متعلق بالفعل نهضت. رأت فعل هو مفعول به أم فاعل مضاف هو مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. على هذا متعلقا برأت الحال نعت. نحضت فعل وفاعل لحرف الجر بمعنى كي. تفتش فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر وتقديرها لأن تفتش. وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجر والمجرور متعلق بنحضت مع ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه. وفي أول خطوة وجدته في أسفل الكرسي في حجرته. الواو حرف عطف في أول متعلقا بوجدت وأول مضاف خطوة مضاف إليه. وجدت فعل وفاعل هو مفعول به في أسفل متعلقا بوجدت وأسفل مضاف الكرسي مضاف إليه. في حجرة متعلقا بالفعل وجدت وحجرة مضاف هي مضاف إليه. فالتقطته وأعطته إياه. الفاء حرف عطف التقطت فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. هو مفعول به وحرف عطف أعطت فعل وفاعل. والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثاني. والهاء حرف دال على الغائب المذكر مبني على الضم لا محل له من الإعراب. فأخذه سليم وتوجه نحو الباب. وعند ذلك سألته أمه قائلة وأين كتاب الحساب؟ لا أعرف. الفاء حرف عطف أخذ فعل ماض هو مفعول به سليم فاعل. وحرف عطف توجه فعل ماض وفاعل نحو ظرف مكان مضاف الباب مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بالفعل توجه. وحرف عطف عند ظرف زمان مضاف ذلك مضاف إليه. سألت فعل هو مفعول به أم فاعل مضاف هو مضاف إليه. قائلة حال من الفاعل. الواو حرف عطف أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. كتاب مبتدأ مؤخر مضاف الحساب مضاف إليه. لا نافية أعرف فعل وفاعل. والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول وتقديرها قال سليم لا أعرف. أهكذا تذهب إلى المدرسة بدون كتب. الحمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب. الهاء حرف للتنبيه لا محل له من الإعراب. والكاف حرف جر للتشبيه ذا اسم إشارة مجرور. والجار والمجرور متعلق بالفعل تذهب. تذهب فعل وفاعل إلى المدرسة متعلقا بالفعل تذهب بدون متعلقا بتذهب ودون مضاف كتب مضاف إليه. فما الفائدة من ذهابك؟ الفاء حرف عطف ما اسم استفهام مبتدأ. الفائدة خبر. أو تقول ما اسم استفهام خبر مقدم. الفائدة مبتدأ مؤخر. من ذهاب متعلقا بمحذوف نعت الفائدة. التقدير فما الفائدة الكائنة من ذهابك. وذهاب مضاف كمضاف إليه. اسمع الساعة إنها تدق الثمانية. اسمع فعل أمر وفاعل. الساعة مفعول به إن حرف مشبه بالفعل.
ها اسم إن تدق فعل وفاعل وجملة تدق في محل رفع خبر إن الثمانية مفعول به إن تأخرت عن الدخول إلى المدرسة في الوقت المعين أعاقب عقابا شديدا إن حرف شرط تأخرت فعل ماض والتاء فاعل وهو فعل الشرط عن الدخول متعلقا بتأخرت إلى المدرسة متعلقا بالدخول في الوقت متعلقا بالدخول المعين نعت أعاقب فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفعل ضمير مستتر تقديره أنا والجملة الفعلية جواب الشرط عقابا مفعول مطلق شديدا نعت فأرجو منك أن تساعديني على وجدان كتابي الفاء حرف عطف أرجو فعل وفاعل منك متعلقا بأرجو أن حرف نصب تساعدي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وفاعله ضمير مستتر تقديره هي أو فاعله الياء والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به على وجدان متعلقا بتساعدني ووجدان مضاف الكتاب مضاف إليه وكان يدور في البيت باكيا الواو حرف عطف كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع يدور فعل وفاعل والجملة الفعلية يدور في محل نصب خبر كان في البيت متعلقا بيدور باكيا حال فنهضت أمه مرة ثانية فوجدت الكتاب وراء الخزانة وأعطته إياه ومسحت دموعه وصرفته قائلة له إذا حافظت على الترتيب لم تتأخر عن الدرس ولم تبك ولم تحزن الفاء حرف عطف نهضت فعل أم فاعل مضاف هو مضاف إليه مرة ظرف زمان ثانية نعت الفاء حرف عطف وجدت فعل وفاعل الكتاب مفعولا به وراء ظرف مكان مضاف الخزانة مضاف إليه الواو حرف عطف أعطت فعل وفاعل هو مفعول به أول إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ثان والهاء حرف دال على الغائب المذكر مبني على الضم لا محل له من الإعراب وحرف عطف مسحت فعل وفاعل دموع مفعول به مضاف هو مضاف إليه وحرف عطف صرفت فعل وفاعل هو مفعول به قائلة حال له متعلقا بقائلة إذا اسم الشرط مضاف مبني على السكون في محل النصب مفعول فيه للفعل تتأخر حافظت فعل والتاء فاعل والجملة في محل الجر بالإضافة على الترتيب متعلقا بحافظت لم حرف جزم تتأخر فعل وفاعل والجملة جواب الشرط عن الدرس متعلقا بتتأخر وحرف عطف لم حرف جزم تبكي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وحرف عطف لم حرف جزم تحزن فعل وفاعل والله أعلم بالصواب.